يشهد العالم ارتفاعاً في معدلات الشيخوخة، وذلك بسبب انخفاض معدلات الخصوبة وتحسين الخدمات الصحية وارتفاع العمر المتوقع، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لدعم كبار السن دون فرض عبء على الشباب. في الأردن يعتبر من بلغ 60 من عمره من كبار السن حسب معايير منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للتعداد السكاني في العام 2015، بلغ عدد كبار السن ما نسبته حوالي 5.4% من إجمالي السكان، وهي نسبة قابلة للارتفاع والزيادة في الأعوام القادمة حسب التقديرات الصادرة عن مؤسسة ساعد المسنين الدولية، حيث من المتوقع أن تصل النسبة إلى 8.6% مع نهاية عام 2030، وإلى ما نسبته 15.8% مع نهاية عام 2050. وبناءً على التوجيهات الملكية بإيلاء فئة كبار السن الاهتمام الأكبر، قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتجسيد روح العمل التشاركي مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لكبار السن، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في العام 2008، حيث تم العمل على تحديثها في العام 2017 ووضع خطتها التنفيذية للأعوام 2018-2022. تكمن محاور الخطة التنفيذية في مساندة كبار السن ودعم حقوقهم ورفع مستوى مكانتهم في المجتمع، والتي تمثلت بثلاث محاور رئيسية: إسهام كبار السن في عملية التنمية، تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن، توفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن. يقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإصدار تقارير دورية للخطة التنفيذية المقررة، حيث رصدت عدداً من الإنجازات أبرزها: شمول كبار السن من 60 عاماً فما فوق في التأمين الصحي المجاني، تنفيذ مسوح متخصصة باحتياجات كبار السن وبالذات الاحتياجات الصحية، إصدار إحصائية شهرية بحالات الإساءة التي يتعرض لها كبار السن، تشكيل لجنة لدراسة وضع نظام لصندوق دعم كبار السن. كما تم رصد عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية في رعاية كبار السن في تنفيذها للأنشطة، والتي تلخصت في عدم وجود خطة ملائمة لكبار السن في الأزمات والمخاطر، ومنها على سبيل المثال جائحة كورونا وآثارها السلبية، عدم معرفة جزء كبير من كبار السن بإمكانية شمولهم في التأمين الصحي المجاني، غياب عدد من التخصصات الطبية التي تعنى بكبار السن مثل طب الشيخوخة وتمريض كبار السن، ارتفاع كلف خدمات الرعاية المنزلية المتخصصة المقدمة في القطاع الخاص، وعدم شمولها في برامج التأمين الصحي الحكومي والخاص، اقتصار مشاركة فئات كبار السن في عمليات صنع القرار في الهيئات التمثيلية الرسمية الحكومية فقط، انخفاض قيمة المعونة الوطنية الشهرية المقدمة لكبار السن 45 ديناراً فقط، عدم شمولية برامج محو الأمية لكبار السن لكافة محافظات المملكة، ثبات نسبة العاملين من كبار السن، إذ أنها تصل إلى 2.4% للذكور و 3% للإناث، شمول ما نسبته 54.1% فقط من كبار السن تحت مظلة التقاعد. يسعى المجلس الوطني لشؤون الأسرة المظلة لفئة كبار السن مع كافة شركائه إلى رفع الوعي المجتمعي في صون كرامة كبار السن وتعزيز التكافل بين الأجيال للوصول إلى مجتمع آمن بكافة شرائحه.